ريح الطيارة راحت علينا، يقول له شنطة. ماركة الطيارة رايحة علينا وراح عليها الرحلة، تروح تدور لك شنطة؟ هذه شنطة لي. وشيلها الشنطة طيب، الطيارة راحت. شنطة لي. بالتوفيق. ما نسافر الرحلة ذي. بالتوفيق بالتوفيق جبل الشامسي على شو اسمه الماركة ذي؟ هذه دكني طالع منها. دكني. بالتوفيق يا دكني. ما قلت سهل، ما قلت سهل، ما قلت سهل. كلب 10,000 ريال. كلها على هم سرى وانا على هم سرى، احنا جالسين نطارد هذا الجواز ونطارد هذا الشنط. يا رب خيره فيما اختاره الله. جواز محمد ما طلع، وانا وجزاء ومحمد انا ما قال تلزمنا اخوه صاحب مبارك. لذلك ما حنا رايحين انا ومبارك، مخلين محمد ورانا، مدرنا واحد ومحنا واحد. جواز الرجاء ان شاء الله بيظهر بكره باذن الوالي، يا بكره ولا بعد بكره. ماشي العمار، احنا جايك من هالعمار، سواء في حفل ابو عماد ولا من دونه، نجي نسلم على اهل ابو عماد ابو خليل ابو نايف والربع كلهم واهل عمان بشكل عام، ونتواجه باذن الله. الله يوفقنا واياكم. صباحكم الله بالخير. نوم تأهل الكهف، عوضنا 3 شهور تعب. من الساعة 3 الساعة 12:30 من الساعة 3 العصر للساعة 12 كم تبي؟ 13 ساعة 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10 ساعات ما تكفيك؟ 9 ساعات. لذلك تو يبتدي يومنا قد الساعة 1. قال يا ربي خلاص جوازة بكرة، قال يا ربي خلاص خلنا نروح. مليت من خرج للقرص. ها؟ مليت من خرج. الله لا يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. ترى ما يحب الخرج عشان جواز؟ لا أنا أحب أحب الخرج، بس الخرج أبغضه. أنا أعلمكم سالفة اللي ما يحب الخرج تلقونا على اليوتيوب في القناة. شو رأيك بالاحتراف يا أبو مبارك بس؟ بالله ورني، بالله شوف. والله ما تقدر تصور كذا، أقسم بالله. لا تقسم، لا تقسم والله. أنت وجهك صوره كذا. تضحك، لا تضحك، طقطق عليك، طقطق على أخيك، لا تضحك. مبسوط؟ صور كذا، أخيك نزل. مصورين يقول، ركز ركز على محمد مبارك على العبيان. ما سألت. أنا فزاع ما دخل فينا. شو تفزع فشلك؟ شو تقول؟ شو تفشلك؟ بالله عليك فزاع. فزاع ما لك دخل فينا. ها؟ ما لك دخل فينا. انا ما ردت ما بيصل. كفو ابو مجد، كفو ربع اللي يبغى يشوف علي العرجال علي اخي ادخل على سناب محمد ترند 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 سناب اليوم سناب محمد ترند ظهور علي العرجاني وسناب محمد العربيات. نبغى الصوره تقول في تويتر سناب خاص حط على وجه حط تصميم. هاي رجعك عاد تطرد. شف صريح الى درجه غير طبيعيه. فزع فزع وش تقول لو طلعت انا على الستيج درع الجمهور انا ومحمد واللي معنا في ذمتك؟ في ذمتنا محمد. في ذمتك؟ في ذمتنا محمد. ودك انه ياخذ علي؟ اي ودي انه ياخذ عليك. والله صدق. وليه؟ بس. واخر مره ينطلع؟ وين؟ لو خذاها واحد غير محمد؟ لا بفرح لهم القى محمد اكثر. يا رب العلم وش هو؟ من اخوك؟ واحد من اخواني راح لعمان صار منشد. واحد جيت هنا وباعني. دخل على جزء يقول يا ربع قد هذا ثامر صار منشد في عمان. قلت خله يا رجال، قول اني على هم سرع. وانت؟ مثل طيرتكم. قول روح يا واد الدباسر. تنفع ودك. تم انا قد تزين العلوم يا علومي. قاعدك تنتظروني وقلت لك يا محمد والله معك. والله ما يدري والله انا. باخذه مع الوالد. ايه؟ ما ضربتك ضرب ارسل لها مقطع مال فيصل. لا تضرب انا. تعال طيب غزي شغل فيالته محمد تعال ايام الماضي تعال 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 ايش صوته؟ صوته كلاب امش امش الترجمة امش ما انت بالذل امشي امشي الله العظيم
قلت الجمل ما اخاف الا من الله انا ما اخاف الا من الله سبحانه. امشي يا مرة امشي. رعنا الا عندك الرحمه قيت الجمل ها افل عندك عندنا قام منه ها تقوم من عندنا من شبت الضوء تروح عشان تبث وش الاسلوب عنده مخنز الصبر يوسف بس في محلي نحترم ابشر عامر تبي شيء ابو مبارك؟ لا ابشر عمرك ابو نايف رفيق الامس عدو اليوم عدو اليوم والله رفيقي عليه رص مبارك والله الله يبرص لكن على التوفيق 85 35 برا ان شاء الله هذه بتركب ما ركبت ابو نايف جزاء ايش رايك في خرجنا يا جزاء؟ ايش رايك في خرجنا؟ خرج؟ اي محمد يقول ما داني والله كل نفسه ما تهتم وانت لكن الخرج ديره من جزء الديار لكن حببنا بها الاهل برا قلبك يا ابو مبارك ولا الديار كل ابوها صح طيبه صح. لكن صح اهلها اللي يحبونك فيها الله يبيض وجهك يطول عمرك يطول عمرك على طول ما تحب الا اللي يحبك الله يطول عمرك على طول وياك يا رب يطول عمرك الحين علموني انت اخذتني ارقد لكم نص ساعه وانتم ضربوا ضريب طرحوا هناك علمك وش سفت شوف شوف الدم انت من نفسك الدم شوف انت الثاني شوف 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 مبسوطين كذا ها شوف شوف من قرب والله ربع ساعه احتك جيت تفرعنا يا ولد تعبنا والله تعبنا ابي ربنا يجي ربنا والله ما اعرف الا هو خليك جلس خلاص خلصت وبعدين سمحتوا بس خلاص زين الحمد لله جود جود والله يا ابني يدين 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 اشوف تدخل من هنا والناس معك وشناط الواجد اقول انك عريس قلت لا انا يعني فنان طيب سمعت صوته حلو صوت والله جدا جدا ما شاء الله حلو والله صدقني يا ابو واتساب يرقوا عطوا السناب عطوا السناب لنا الله الله صوتي بزين وبحة جاي ما يسمع صوتي وصور بفلتر اخوي الغالي اسمع الله الله خلوني يا سيد جعان موضوعه احسن لي ولا الغلا والله ان يبطي وهو غالي ولا الغلا والله ان يبطي وهو غالي بس عطرة ثانية بيت ثاني ان شاء الله يطول عمرك ترى احنا في شارع قاعدة الله ولا الغلا والله يبطل هو غالي خلوني اسجل الموضوع لا تنفخ لطمتك بوعد يطير وجهك هاي بس وجهي منه والله ما بيقول من جاي واضح على وجهي يسال التعب ما بيقول جاي من جديد ومن جاي من البيت جاي من جديد من ابل ولا مره كذا اللي يقول موتر
انزل وسكت شي تقهون. والله والله بس والله يا ما تستنى قبل نص ساعه مع البال ولا لا 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 يعطيك ذاك محبابكم يا شباب بسكت بالوطير دقه. فاين رايح فاين جاي يا اخي. ركبت انا الستيكر هنا. ايوه والستيكر هنا. طيب صار التصويح التصوير مبالغه لازم امسح عشان يوضح. طيب صوح 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 حبيبي. اي خدمات سلام دي. صوح ذا نعناع كل الليمون تصويح. وي 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 قال لك راح كافي تقهوى اطلب لي مهيد سبعه كم اخي مقلب فطول مع بعض واتساب وسناب وجوال. كيف كذا كيف تريد كيف كذا عبد الله ايش دخلني انا يا اخوي؟ ما لهم ايش دخلني؟ انا اتكلم عليك خلاص تكلم عليهم قسم بالله. طلع اتصال سناب وطلع اتصال واتساب وطلع سناب. انت بتعلم تبي تعلم عنك مشهور ولا ايش؟ كيف شتك؟ سد نفس حقنا الجديده. الله يبارك فيك. اهل الوادي فرونيه فرونيني راضي وجهك انت حط فلتر. مش اني حط فلتر. اضحك 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 الله العظيم. طبعا جايته رساله جينا في جبهتي طبعا. يا يا مرق نضحك هو مرة شوي يضحك يضحك مبسوط يضحك يضحك. حط الدردشة مع مطها حط الدردشة مع مطها. ما بطل الكلمة بقت فدلك ثلاث سنين قدام. نصرنا الله سبحانه وتعالى. ما في الجوازة إن شاء الله ما يطلع. 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 أمشي جوازي معي. تعمل من دائرة. جوازة. خلاص أنا كذي أنا. ما في جوازة. روح الجوازة. وأنا سنة جاي قال أنا في الجوازة. إن شاء الله ما يطلع. إن شاء الله ما يطلع. وشي وراهم صفه دي ان شاء الله ما يطلع. ان شاء الله ما يطلع. ان شاء الله قده بي قده بيقول كده. الله يصلح لنا النيه يا رب العالمين. يا زين ايش كمبسر او الكمبسر ولا واصل على ولا شيء جاينا ابو حسين جينا مره طويل وبلاش هذا السياره دهوش. يوم كان جميل. فيصل العرجاني ها ايش تبغى تقول له؟ يا حبيبي والله والله لا قال لك ابوه وصاه قال سلم على فيصل. ولا قال ثامر قال سلم على فيصل. يلا الحين وصل سلامك سيد مره هني. سلام فيصل تعال هني اقلع مره تعال ترى ياك عمان زين.